العدوان الأخير أثر على الدراسة عندنا في الجامعة وأثر على كل الدراسات في الجامعات وفي المدارس وأثر على الطلاب والبيوت، وفي ستة أطفال من المدارس استشهدوا من قطاع غزة خلب المسيرة التعليمية وكتير أخر من مسيرتنا. أما على الصعيد النفسي فإحنا طبيعي إحنا متعودين، يعني إحنا خدنا أكثر من حرب وتعودنا على هيك أمور، تعودنا على هيك ضغوطات نفسية غير الحصار اللي إحنا منعيشه. يؤثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة على سر العملية التعليمية ويؤدي إلى التأثير على نفسيات الطلبة، خصوصاً الطلبة في المدارس والفئة العمرية الصغيرة، ويؤدي إلى دمار في المنشآت التعليمية. العدوان الإسرائيلي الأخير أثر بشكل كبير على جامعات قطاع غزة، خاصة جامعات القدس المفتوحة، بسبب الاستهدافات العشوائية للاحتلال الإسرائيلي. تم تعليق الدوام الأكاديمي والإداري في الجامعة بكافة فروعها.